عايزين نتكلم عن اخبار التر سنه واخر استعداداتهم للقاء اليوم. بينضم لينا هاتفيا الكابتن فهيم عمر مدير الكره بنادي التر سنه. كابتن فهيم برحب بيك. اهلا بيك استاذ محمود واهلا بكل مشاهدينا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. المباراه النهارده طبعا بكل تاكيد مباراه قويه، حضرتك بتلعب اكيد فريق في الدوري الممتاز بقيمه وتاريخ نادي المقاولون العرب، حضرتك شايف المباراه النهارده فنيا ازاي؟ خاصه المباراه طبعا هتكون صعبه نظرا كمان للفترة الأخيرة نادي المقاولون العرب بيمر بنتائج سيئة في بطولة الدوري الممتاز. والله طبعا أكيد هي هتكون مباراة قوية، لأن طبعا حضرتك عارف نادي المقاولين الماتش الأخير ليه في الدوري 3-0 هزيمة وحصل شوية تغييرات. نادي الترسانة برضو في أول مباراة في الدوري الترقي لقى هزيمة من حرس الحدود، ولكن إحنا دائما وأبدا بننسى المباراه اللي فاتت بنفكر في الجديد. احنا عندنا النهارده مباراه مهمه مع نادي المقاولين، اكيد مباراه هتبقى قويه وصعبه. طموحنا ان احنا نكمل لابعد مكان في كاس مصر ان شاء الله. نادي الترسانه اكثر نادي حصل على بطولات كاس مصر بعد الاهلي والزمالك 6 بطولات، نادي المقاولين نفس القصه برضه حصل على 3 بطولات كاس مصر او بطولتين وكاس افريقيا، فنادي ليه تاريخ كبير وليه تاريخ عريق. رايحين المباراه بنستعد بيها استعداد جيد لمباراة جاية إن شاء الله يوم الأحد مع منتخب السويس في السويس. بنعمل اللي علينا وبالتوفيق بتاع ربنا إن شاء الله بإذن الله، يعني ملاقي كل دعم من مجلس إدارة نادي الترسانة ودعم النائب طارق سعيد رئيس النادي، دعم معنوي ودعم مادي، والأمور مستقرة في نادي الترسانة. طموحنا وطموح جماهيرنا إن إحنا نوصل لأبعد مرحلة في كأس مصر وإن إحنا نوصل للدوري الممتاز السنة دي إن شاء الله. في غيابات النهاردة في صفوف الفريق يا كابتن فهيم؟ اكيد طبعا في بعض التعديلات لان عندنا مباراه مهمه في الدوري يوم الاحد باذن الله، ولكن اللي موجودين ان شاء الله ضمن اللعيبه الاساسيين يعني في الفريق برضه، يعني الحمد لله ان احنا عندنا 25 لعيب متوسط عمرهم 25 سنه ونص، اي حد فيهم قادر ان هو يشارك المباراه دي والمباراه اللي جايه باذن الله. يعني احنا عندنا 22 لعيب اساسي، يعني مش عندناش اساسي واحتياطي، ولكن المباراه تجربه قويه جدا واحنا جايين استاد المقاولين للفوز مش جايين لحاجه تاني باذن الله. زي ما حضرتك قلت حضرتك عندك مباراه قويه يوم الاحد القادم مع منتخب السويس في دوري الترقي، شايف حضرتك المباراه دي ازاي؟ وهل مباراه المقاولون النهارده خير اعداد للمباراه القادمه اللي هتكون صعبه اكيد يوم الاحد الجاي؟ بغض النظر انها خير اعداد، احنا طموحنا نوصل لابعد مرحله في كاس مصر، عندنا لعيبه امكانياتها تقدر توصلنا لابعد مستوى لدور قبل النهائي للدور النهائي. طموحنا وطموح جماهير كاس مصر انت عارف مباريات ما يتحسمش نتيجتها غير في ارض الملعب وليس لها طبعا مقاييس ولا اعتبارات، ولكن في نفس الوقت احنا بنعد لاعبتنا للمباراه اللي جايه ان شاء الله في السويس باذن الله. الترسانة يا كابتن فهيم تقدر ترجع مرة أخرى للدوري الممتاز، يعني قلعة كبيرة بكل تأكيد وتاريخ كبير بطولات كتيرة أكيد لفريق الترسانة، يقدر إن احنا نشوف نادي الترسانة الفترة القادمة موجود في الدوري ولسنوات، لأن ده مش مكانه يا كابتن فهيم. والله هو هقول لحضرتك على حاجة، هو مش مكانه بس ده يعني مش ذنب نادي الترسانة، ولكن حضرتك تعلم جيدا أن لغة الاحتراف وأسعار اللاعبين اللي وصلت لدرجات يعني غير الحقيقة اللي في أرض الملعب، ودي بتصعب الامور على الانديه الشعبيه في ظل وجود الانديه الشركات اللي تملك المال، ولكن احنا ماشيين بخطوات بقالنا 2 3 سنين بتجهيز فريق يقدر يصعد للدوري الممتاز متوسط اعمار، دعم قوي جدا من مجلس الاداره برئاسه النائب طارق سعيد والمهندس محمد طارق ومجلس الاداره بالكامل. الاعداد انك توصل للدوري الممتاز في ظل الملايين اللي حوالين منك هو امر مش سهل وصعب، وخاصة في أمور تانية بتتحكم في الصعود للدوري الممتاز، واخد بال حضرتك؟ السنة اللي فاتت الترسانة ظلم باين على مرء ومسمع الجميع، ما حققتلوش العدالة في توزيع المباريات على الحكام عشان يقدر ينافس، والدليل إن الترسانة لما لعب 5 فرق المنافسين ليه اتعادل مع الفرق وكسبهم، فإذا كان في تجربة حكام فينا أثرت علينا، خسرنا حوالي 16 17 بونت، مش هنقول بتعمد ولكن هي بأخطاء غير مقصودة من بعض الحكام وبنلتمس لهم العذر، ولكن احنا عندنا تحدي كبير، عندنا إصرار، عندنا عزيمة بمساندة
مجلس الاداره زي ما قلت لحضرتك. نعم. ان احنا نرجع الترسانه ان شاء الله باذن الله للدوري الممتاز باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق الفتره المقبله طبعا كابتن فهيم عمر مدير الكوره بنادي الترسانه.